شيخ صالح، تفضلتم وذكرتم أوقات النهي أو الأوقات التي لا يصلي فيها، فيما لو عرض للمرء عارف وأراد أن يصلي، كان يكون توضأ أو دخل مسجد أو طاف بالبيت الحرام أو صلاة جنازة وما أشبه ذلك، ما هو قولكم في هذا الشيخ صالح؟ أما الطواف، فاتحة الطواف ورد فيها الدليل أنها تصلى في أي وقت. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع عبد المناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين في أي ساعة من ليلة أو نهار، ورد فيها الدليل بخصوصها. طيب فوقتها بعد الطواف في أي وقت من ليل أو نهار. طيب أما بقية النوافل، ذوات الأسباب، من تحية المسجد في صلاة الكسوف مثل ركعة الوضوء التي بعد الوضوء، أي تسمى ذوات الأسباب، والعلماء مختلفون فيها. الجمهور على أنه يشملها النهي، قالوا النهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، طيب فلا تصلى. وذهب جمع من المحققين إلى أنها تصلى لأن الشارع ربطها بأسبابها، طيب وما دامت ربطت بأسبابها فإذا وجد السبب وجد المسبب، طيب فتسرى عند وجود أسبابها، طيب مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، طيب ربط ذلك بدخول المسجد ولم يقيده بوقت من الأوقات. طيب وكذلك صلاة الكسوف، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، ولم يقيد هذا بوقت من الأوقات وإنما ربطه بحدوث الكسوف. طيب هذه وجهة نظر من قال إن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، طيب وهي وجهة لا حول من النظر. الشيخ صالح، مع الجمهور أو مع المحققين؟ أنا أرى أنه لا ينكر على من صلى ذوات الأسباب في أوقات النهي، ولا ينكر على من تركها، لأن الأمر واسع ولله الحمد. من تركها فهي سنة، السنة ليست واجبة. طيب ومن صلاها فقد أخذ بوجهة مثلا نظر قوية في هذا المجال. جزاكم الله خيرا.